يقول جاء الترغيب في تفطير الصائم، فهل تفطيره يكون ولو بالتمرات عند الأذان؟ الصحيح يكون بإغنائه بعد صيامه، وهذا لا يكون إلا بإشباعه. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اختيارات الفقهية في شرح حديث زيد بن خالد: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. فسر الحديث أن معناه على القول الصحيح إشباع الصائم لا إعطاؤه تمرات، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة وعمومات الشريعة. فإن كنت تريد أجر الصائم فأشبعه كما كان شابعا قبل صيامه، فإذا أشبعته فإن شاء الله لك مثل أجره. ولا شك أنك لو أعطيته تمرات وماء كان لك أجر، لكن ليس أجر ما في هذا الحديث، ولكن بعض ما في هذا الحديث. يقول: هل إذا وجدت الصائم قد أفطر فدعوته للعشاء هل يدخل في تفطير الصائم؟ لا شك أن الثاني هو أولى من الأول، كونك تدعوه للعشاء وهو لم يفطر إلا على تمر وماء هذا هو الأفضل. فلو خيرت بين التمر والماء أو العشاء فقدم العشاء، على أنك لو جمعت بين الجميع هو الأفضل، التمر والماء والعشاء هذا هو الأفضل والأكمل.